السلام عليكم، معكم مصطفى يحيى. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي عايزين نسميه تحت عنوان شهر غروب النجوم والمدربين. طبعا عندنا كله تابع قصه قضيه صالح جمعه والكارتون. يعني دلوقتي ده كل اللي بيحصل في عالم كره القدم المصريه دلوقتي بياكد على الفيديو السابق اللي عملناه عن رمضان صبحي، وان الانتماء ما عادش ليه وجود حاليا، الانتماء بقى الفلوس. طبعا صالح جمعه كله تابع الحادث اللي اتعرض ليه الاسبوع اللي فات وهو رايح تدريب النادي الاهلي الصبح اللي عمله في حي العجوزه. الحادث ده اتفتح عليه النار، مش في انه بس كان بيسهر او كان جاي من سهره في احلى الملاهي الليليه واللي هو نفاه اللاعب نفسه، صحه او عدم صحه الكلام دوت ده مش المهم الناس بشكل اكبر، على قد القصه اللي اتفتحت من ورا الحادث دوت اللي هي ما تردد عن توقيع اللاعب لنادي الزمالك. بالفعل تواصلنا مع مصادر في نادي الزمالك اللي صرحت لمجلة اكتوبر واكدت ان اللاعب فعلا قعد عمل اكتر من جلسة تفاوض مع مسؤول نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت ديت، على مدار تحديدا السنة ديت، انتهت بتوقيعه لنادي الزمالك على ورقة رغبة للانضمام لنادي الزمالك بعد فسخ عقده مع نادي الاهلي، وعقد مبدئي من ضمن نصوصه انه هو هيحصل على اعلى راتب هيتساوى مع اعلى اللاعبين في نادي الزمالك حصولا على مقابل المادي خلال الموسم واحد. طبعا اللعيب حسب المصادر قعد مع امير احمد مرتضى منصور في اكتر من جلسه تفاوض، تحديدا عن تحت رعايه اخوه عبد الله جمعه اللي هو لاعب الفريق الابيض، وكان اغلب الجلسات دي كانت بتتم في شقه لاعب عبد الله جمعه. من ضمن اللي اكدت عليه المصادر لينا ان اللاعب بطريق الاتفاق مع مسؤول نادي الزمالك ان هو في حاله ان الاهلي تتخطى الثغره بتاعت نسبه مشاركته اللي هي 10% واللاعب شارك في الفتره الجايه، ابتدوا حاطين سيناريو مع اللاعب ان هو ممكن لو السيناريو الاول ده فشل، السيناريو الثاني ان هو ممكن يبتدي يصير العديد من المشاكل وما التزمش بالشكل المطلوب، فابتدي يضغط على مسؤول النادي الاهلي ان هم يجبرهم ان هو خلاص كده ان صالح الجمعه ده ما عادش هيبقى ليه اهميه في الفريق وان هم لازم يبيعوه او يستغنوا عنه بشكل نهائي. في الحاله ديت هيبتدي الاهلي لو باعه اللاعب يعمل نفس السيناريو كهربا ان هو يروح يلعب نص موسم او موسم بالكتير وبعد كده يرجع لنادي الزمالك. طبعا القضيه الثانيه خاصه بكارترون. طلع وكيل اعماله واكد في تصريحات اعلاميه اليومين اللي فاتوا ان هو كان ماشي بسبب ضغوط نفسيه او في ازمات اسريه عنده، وان هو عرض التعاون السعودي ده ما عرفش بيه غير بعد ما اتعرف ان هو فسح عقده. طبعا الكلام ده ما دخلش على مسؤولي نادي الزمالك واللي اكدوا لينا ان هو ده كلام لتسويق او لتبرير التصرف اللي عمله كارترون. كارترون هياخد على ما يقرب من نص مليون دولار في عقده مع التعاون السعودي، وكان كارترون حاطط في دماغه فعليا ان هو الاعتراف اللي اعترف به وكيل اعماله ان هو كان عايز يجرب بعد كده في مصر او في افريقيا، كان حاطط الخليج وجهته المقبله. طبعا الزمالك دلوقتي حاطط اكتر من بديل بيفاوضوا، حاطين فيريرا، حاطين جريدو، وفي اسماء تانية كتيره مطروحه على طاوله نادي الزمالك. خلينا هنتابع الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، وطبعا نتمنى مزيد التوفيق والاستقرار لكل انديه مصر، وشكرا لكم متابعتكم.